شاف الخطوه بتاعتنا ازاي يا كابتن رؤوف؟ واحنا هنا يعني مهتمين بالقطاع، في برنامج متخصص في قناه الاهلي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، دايما بنقول الاخبار وعاملين كمان استوديو تحليل المباريات. شاف الخطوه دي ازاي؟ انا يمكن السنه اللي فاتت كان اول ما اشتغلت في القطاع، وكان تقريبا الكابتن اسامه زي كنت شغال انا مع كابتن اسامه 2008 2008 فجيب الموضوع البرنامج ده، قلت له يا كابتن اسامه البرنامج ده هيكسر الدنيا. قال لي اشمعنى البرنامج ده؟ قلت له مصر كلها هتتفرج على البرنامج ده. والحمد لله وقد كان البرنامج كل يوم، يعني كل حلقه بتتغير، في تطور، في جديد. الحمد لله. لا بجد يعني بنشكرك بصراحه على البرنامج الجميل ده. هو ما شاء الله كان عندكم السنه اللي فاتت 2008 برضه كنا بنغطيها كويس قوي كان متواجد. انا كنت بستمتع بالاهداف، انا دايما كل بعرضها كل اسبوع. لا كان فرقه جميله، فرقه كويسه قوي. كان عندنا بلال وميسي وسيف وحمزه وزياد، لا فرقه كويسه.